كان بيغطي ده مصنع اتنين صح؟ ده مصنع اتنين اصبح مغلق تماما دلوقتي. احنا عايزين بالاسهال زي ما انت حضرتك شايف ماشي. العمال حاولت تفتح. لا قال لي تعالى خد المفتاح. ما قالش لا قال لي تعالى خد المفتاح. دمر المكان اللي فيه كله. المكان اللي فيه كله دلوقتي اصبح هارس يعد انه يطلع لط. قال لي خليهم هم اللي بياخدوه. يا استاذ حسام العماله اللي فيه كلها دلوقتي اتشردت وادي مصنع اتنين.